Peace be upon you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا طلبة grade 5 الصف الخامس. النهاردة احنا هناخد writing skill، مهارات للكتابة، وهنعرف ازاي نكتب الفقرة الانشائية بشكل صحيح، وازاي هنسهل مع بعض كتابتها. والفقرة الإنشائية اللي هي سؤال الباراجراف، والباراجراف له نظام في كتابته وله قواعد في كتابته علشان نطلع باراجراف شكله كويس. نقول كده القواعد أو الأساسيات اللي نمشي عليها عشان نطلع باراجراف جميل ويليق بطالب في جريد 5. اول حاجة في كتابة الباراجراف ان انا ببدأ الجمل بتاعتي كابيتال، يعني لو انا بكتب 5 sentences بكتب 5 جمل، وياريت احاول ان انا ازود عن الخمس جمل جملتين زيادة، عشان لو عندي مثلا جملة كتبت التنس بتاع غلط، الزمن بتاع غلط، او في جملة عندي السبيلنج فيها في كلمة غلط، يبقى انا معوض في الجمل الزيادة اللي انا كتبها. نرجع تاني نقول ايه هي الرولز اللي هنمشي عليها عشان نكتب بيرفكت باراجراف، باراجراف صحيح. اول حاجة اللي انا لازم ابدأ كل جملة بحرف كابيتال، يعني اول كلمة في كل جملة من الفايف او من السيفن على حسب ما هكتب لازم ابدأها كابيتال، ولما بنهي كل جملة لازم بنهيها بفول ستوب، بنهيها بنقطة. وبراعي لو انا عندي قدامي في البيكتشر في الصورة مكان، اراعي ان انا اول جملة بكتبها بكتب جملة عن المكان اللي باين قدامي في الصورة. طيب لو ما عنديش مثلا صورة جت سنة من السنوات قال احنا هنشيل البيكتشر وهندي كده مجرد كلمات كده للطلبة تستدل بيها وتطلع جمل، اشوف العنوان بتاعي بيقول اتكلم عن ايه، مثلا انا بتكلم عن الزو حديقة الحيوان، يبقى هكتب اول جملة عندي عن الزو، اكتب المكان، اكتب انا فين، انا رايح فين، او اقول مجموعة اصدقائي رايحين فين، يبقى دايما اكتب اول جملة عن المكان. تاني حاجة احاول ان انا اوحد الزمن بتاعي، زمن الجملة عندي، لو انا حابب اتكلم بيه present simple، لو انا حابب اتكلم بيه زمن مضارع بسيط، يبقى لازم الجمل عندي اجيبها كلها في زمن المضارع البسيط، ممكن ادخل مضارع مستمر معايا بس يكون الزمن كله present مضارع. طيب لو انا حابب اتكلم بالباست بزمن الماضي برضو اوحد الـ كل الجمل يكون الزمن بتاعها ماضي. نبدأ كده مع بعض. احنا النهاردة هنتعامل مع باراجراف هيكون عن مثلا الوجبات والطعام وهكذا. طيب ازاي هكتب ازاي؟ اول حاجة قلنا مثلا لو انا في البيت هقول، او مثلا في صورة وهم عندي في البيت هقول they are at home، هما في البيت. طب لو هما في الجاردن بتاعت البيت يبقى they are in the garden وهكذا. يبقى اول حاجة اوضح المكان. تاني حاجة ابدأ اتكلم عن الوجبة اللي هياكلوها، لو انا حابب اتكلم عن وجبة البريكفاست الفطار هقول it's time for breakfast، يبقى دي تاني جملة معايا، وراعي ان انا ابدأ الجملة كابيتال وانهيها بفول ستوب. طب انا قلت خلاص they are at home it's time for breakfast، ابدأ اتكلم عن الفطار، غالبا الفطار بيكون beans eggs cheese butter زبدة cereal وهكذا. اقول مثلا they are having beans eggs and cereal، هقول هما يتناولوا beans فول eggs بيض cereal حبوب القمح. وطالما انا مستخدم they are having دوت present continuous
مضارع مستمر، يبقى اخلي دايما جملي في المضارع. طيب عايزه اقول I like cheese، شايف قدامي صورة تشيز، اقول I like cheese، هنا هتمشي مع they are having beans، لان الاتنين زمانهم مضارع، سواء بقى continuous او present simple مش هتفرق، انما لازم يكونوا الاتنين مضارع، يعني ازمنة متقاربة. طيب عايزة اقول مثلا ان butter is my favorite food، طعامي المفضل، يبقى اقول butter is my favorite food، ودي برضو زمانها بيكون متوافق مضارع مع الجمل السابقة. طيب هتكلم بقى مثلا عن، خلصنا كده باراجراف عن البريكفاست، اتكلم عن باراجراف عن الكامبينج اكتيفيتيز، انشطة المعسكر. اذا هنا انا في المعسكر، يبقى هنقول مثلا we are at the campsite او they are at the campsite، وابدأ اتكلم عن الاكتيفيتيز اللي بقولها في المعسكر، بس ابدأ بالمكان. اتفقنا نبدأ كابيتال، ننهي الجملة بفول ستوب. اللي بيحصل عندي في المعسكر كلين زتنت، اعمل عليها مثلا جملة، اقول she is cleaning the tent. طيب عايزة اتكلم ماضي، she cleaned the tent، ولكن انا اتكلمت ماضي، يبقى كنت ابدأ الباراجراف بماضي، اقول they were at the campsite، ده لو انا عايزة اكمل ماضي. طب نكمل ماضي، يبقى مثلا he watched the sunrise او they watched the sunrise. طيب الباقيين بيعملوا بلايد كاردز، بيلعبوا كوتشينة، يبقى زي بلايد كاردز. طيب الباقيين بيضحكوا، زي لاف ذا اد جوكس. اوحد الزمن بتاعي كله في الباست، طالما انا بدأت اول جملة بالباست بالماضي، وابدأ اكمل جملي عن الكامبينج اكتيفيتيز كده. اوكي كده فهمنا ازاي نقدر نكون باراجراف ويكون كويس. هنا بيقول لي تراي، بيقول لي جرب او بيقول لي حاول ان انت تعمل جمل، وعطيني بعض الوردز، بعض الكلمات، وانا اكون جملة. هو عطيني اول اكزامبل وحله، عطيني كلمة دينر، الدينر اللي هي العشاء. طيب اكون عليها جملة، احنا قلنا دايما انسب جملة للميلز، للوجبات، اللي هي it's time for، it's time for dinner، it's time for lunch، it's time for breakfast. okay. طيب بيقول لي اتكلم عن تاني حاجة عن البينز، بقول هم بيتناولوا فول، يبقى they are having beans، ممكن اقول I like beans. طب cereal، I like cereal. طيب بلاي كاردز، عايزة اجيبها في الماضي، اقول زي بلاي كاردز. يبقى انا كده اتعلمت ازاي اكون جملة صحيحة هتنفعني في سؤال الباراجراف. طيب هنا جايب لي اهو بيكشر، صورة، وبيقول لي look and write a paragraph of five sentences، من خمس جمل. احنا اتفقنا لو انا اقدر اكتب 6 او اقدر اكتب 7، اكتب يعني اكتر في الجمل، بس اكتر في الجمل بشكل صحيح، عشان مثلا لو انا في امتحان المصحح يختار لي اصح 5 جمل وما ضيعش اي درجة مني. طيب قلنا اول حاجة نبدأ نتكلم عن المكان، دول فين؟ طبعا البلاي كاردز دوت من الكامب سايت اكتيفيتيز او من الكامبينج اكتيفيتيز، يبقى هقول say are at the campsite. طب عايز اتكلم بالماضي يا ميسي، يبقى هقول they were at the campsite. نكتب اول جملة مع بعض، كتبنا هو الباراجراف وحنقوله مع بعض. طبعا بصينا على البيكشر ولقينا ان هم بلاي كاردز، بيلعبوا باوراق الكوتشينة، ودايما ده من الكامب سايت اكتيفيتيز، يبقى هقول they were at the campsite. اراعي ان انا سايبة فراغ في اول سطر، فراغ بسيط جدا، لان دي طريقة كتابة الباراجراف الصحيحة. وقلت زي وير، يعني الزمن عندي ماضي، يبقى حد اوحد زمني ماضي، وكتبت المكان اهوت زي ما اتفقنا، اكتب هما فين اول جملة بيكون افضل. زي وير ات ذا كامب سايت، جملة نمبر 1، وحطينا الفول ستوب. تاني جملة بدأنا زي بتي كابيتال، زي بلايت كاردز، زي هاد كاردز،
they didn't watch the sun rise. لحد هنا كل الجمل عندي زمانها ماضي. رجعت قلت they are two boys. طب ليه يا مس هنا استخدمتي are ما استخدمتيش where؟ اقول لكم على حاجة، لان دي الجملة دي بتعبر عن حقيقة، هما two boys، هما ولدين، هما كانوا ولدين امبارح والنهاردة مش هيبقوا ولدين، لا هما ولدين على طول، دي حقيقة ثابتة. يبقى في حالة الحقائق الثابتة مسموح لي اني استخدم الزمن المضارع، يبقى اقول هنا they are two boys هنا اصح. طيب زي were happy، هنا ارجع تاني استخدم زمن الماضي، اقول هما كانوا سعداء. اما في حالة الحقيقة الثابتة اللي هي ان هما two boys ما ينفعش استخدم الماضي، عشان كده استثنينا الجملة بتاعه two boys واتكلمنا عن present مضارع زي were happy. كده انا كتبت الباراجراف وزودت حوالي جملة زيادة عن الفايف المطلوبين، عشان لو عندي حاجة غلط في اللي فات يبدأ يتلغي الغلط ويتاخد الصح. اتمنى النهاردة من طلبة الجريد فايف يحاولوا يكتبوا لي باراجراف عن الميلز، عن الوجبات، يختاروا اي وجبة يحبوا يتكلموا عنها سواء بريكفاست لانش دينر، ويكتبوا لي باراجراف ويقولوا لي كتبوه ازاي، لان خلاص اتعلمنا مع بعض طريقه كتابته، او باراجراف عن الكامبينج اكتيفيتيز سواء ده او سواء ده، ان شاء الله نكتبه ونراجعه مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجايه. في النهايه احب اشكركم، ثانك يو فور واتشينج مي، وسي يو نيكست تايم ان شاء الله، وادوا لايك للفيديو عشان كل اصحابنا يقدروا يوصلوا معانا ويتعلموا معانا، وسي يو نيكست تايم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.